مزعلاك. وانا مستغربه مزعلاك انت ليه؟ لما تعمل فيديو دقيقه اللي هو انت والبنوته اللي هي عامله انها مراتك وتعملوا فيديوهات اللي هي انا 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 انت قلبي بس انا مش عايزه اجيلي القلب وانت سكر حياتي بس انا مش عايز يجيلي على السكر حاجه كده ومكسره الدنيا يقول لك ابني بعتها لي وبيشاروها مع اصحابهم وحاجات زي كده. جبت ملايين في اسبوع وزعلت. زعلت ليه؟ اتقهرت للامانه. اتقهرت؟ طبعا. ده انت اللي عامل الممثل العامل. لا ببساطه شديده انا بعتبر السوشيال ميديا هي مرض العصر. مرض العصر. وكتير كنت بكتب بوستات عندي على الفيسبوك انه بلاش البنات بتوعنا يطلعوا بلبس مش لطيف او خليع جدا ويرقصوا ومش عارف ايه عشان يلموا لايكات، احنا اكبر من كده بكتير واسمى من كده بكتير. حاولت كتير جدا بقالي 16 سنه اتشهر وابقى ممثل مهم وكبير ومخرج عظيم ومؤلف سينمائي. هنتكلم انا الفت سينما عشان امثل، يعني ده كان من ضمن الحاجات اللي انا خلتني الف سينما. وعملت فيلمين سينما موجودين على الساحه وعشان امثل فيهم. هنتكلم عن السينما بس كلمني عن انت ليه يعني اي حد بيعمل فيديوهات ويجيب ملايين فيبقى سعيد جدا. انت كنت مش مبسوط. كنتش مبسوط لانه ببساطه ما كنتش عايز هو ده يكون سبب شهرتي في بلدي او في مصر عموما. كنت اتمنى ان لما اعمل فيديو زي كنت بعمل فيديوهات قبل كده في الاول فيها قيمه وفيها حاجات وفيها ضحك ظريف ولا اتشافت خالص. واكام من زمايل لينا بيعملوا على فكره كتير من فنون مسرحيه وكتير خريجين المعهد وكتير نقابيين وكتير زمايلنا فنانين بيعملوا حاجات سوشيال ميديا ليها قيمه تتشافش. السوشيال ميديا بتحتاج ايه؟ ان انت تعمل رياكت على الفيديو، يعني تتريق على الفيديو. فقعدت افكر انا معايا ورشه كتابه، فقعدت افكر نعمل ايه يتعمل عليه رياكت. طب ثانيه واحده اتفضلي. انا هقول كلمه بس ما تزعلش مني. لا طب يعني انت وانت بتعمل كل ما له قيمه وكل فعل هيحاسبك عليه ربنا كفنان ما جبتش لايكات واول ما عملت تفاهات اتشهرت. ترند. انا ترند رقم واحد دلوقتي انا ونورة ابو البي على التيك توك وعلى السوشيال ميديا. ترند بايه؟ بالتفاهه، بان احنا نعمل اتنين. طب معلش قولي الجمله دي تاني. لا ترند بالتفاهه. هو حضرتك دلوقتي المسلسلات اللي بتتعمل في رمضان وبيجيبوا فيها الناس المشاهير السوشيال ميديا، احنا يجي لنا ايه؟ نقطه نتنقط؟ طيب نروح ننتحر؟ طيب نعمل زي الناس اللي بتنتحر ونطلع على برج القاهره ننتحر؟ لما انا راجل خريج نعمل تفاهه. خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل والاخراج، كنت الاول على دفعتي، درست تمثيل واخراج في جوائز عالميه من بره. جوائز عالميه، ثلاث جوائز عالميه بفضل الله عز وجل. عندي ست افكار مسرح انواع مسرح لم تحدث في التاريخ. احنا هنقول نوع منهم دلوقتي وده اللي نشدت فيه. يا رب يا رب حد يوصل سياده الرئيس، وانا واثقه ان سيادته لو سمع الفكره دي هيقول اندهوا الولد ده وشوفوا نفذوا الفكره. اتمنى. يعني انا اسفه ان انا بقول لك ان انت بالتفاهه بقيت مليونير لايكات. وبالاعمال وجالي اللي وجالي تليفونات عايزينك في اعلانات كمان، عايزينك هيرو اعلان. وحد ما من يعني صاحبي يعني زميل ليا هو بينتج حاجات سوشيال ميديا بس على القد يعني، فكتير جدا لساني دلدل معاه بقالي 3 4 شهور عايزين نعمل مسلسل على السوشيال ميديا. مفيش. اول ما عملت ده امبارح مكلمت، لا بقول لك ايه، تعالى بقى عايزين كاميرات عشان بقيت نجم التفاهات ونجيب حاجات ونجيب مش عارف ايه ونعمل كذا كذا كذا. وانا كان كل قصدي ان احنا بنعمل شيء كاريكاتيري، ده سكتشات تمثيليه واحد وواحده بيحبوا بعض بس بشكل اوفر جدا وباين جدا ان احنا لا 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 اللي هيشوف الفيديوهات بتاعتك هي موجوده فين برضو؟ مالكش قناه ولا حاجه لسه؟ لا بس عملت صفحه على الفيسبوك وبدات انزل بقى على الحاجات. محمد علام هتلاقي عندك الملايين.